الكولاج. الكولاج كلمة فرنسية تعني اللصق، وهي تمثل صورة أو تصميماً يعتمد أساساً على خامات معينة تجمع معاً، مثل قصاصات الورق والمجلات والصحف والصور والنصوص والتوضيحات المطبوعة والرسوم والقماش والخيوط وغير ذلك مما يراه الفنان مناسباً للوحته. يسمى الكولاج عادة بخلط الوسائط، أي عمل لوحة من مواد مخلوطة لا من مادة واحدة فقط. تعزى بدايات استخدام الخامات المختلفة إلى الفنان جورج براك، وذلك حين سأل نفسه: لماذا أتكبد عناء رسم الأشياء كما هي في الواقع؟ لماذا لا أحضر هذه الأشياء وأضعها فعلاً في اللوحة؟ لذا قام هو والفنان العالمي بابلو بيكاسو بجمع أشياء غريبة من المواد المستخدمة في الحياة اليومية، ثم لصقاها كلها أو جزءاً منها على لوحاتهما، ثم أخذا يضيفان الألوان والخطوط، وبهذا نشأ ما يسمى أسلوب التلصيق أو الكولاج، الذي انتشر بعد ذلك بين الفنانين العالميين والمحليين.